بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة عن موضوع الانتي اماب درجز، ايه الأدوية اللي بتستعمل في علاج الاميبيزيس؟ الاميبيزيس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مرض بيتسبب بالانتوميبا هيستيروتيكا اللي هي نوع من انواع البروتوزوا. وطبعا انتوا اخدتوا في البارة البروتوزوا دي بيكون شكلها ايه وانواعها ايه. انا هتكلم النهاردة عن اللايف سايكل بتاع الانتوميبا هيستيروتيكا، بتدخل جوه الانسان بيحصل لها ايه جوه جسم الانسان. عشان اعرف اشخص حاله اميبيزيس لازم اعرف الاميبا بيحصل لها ايه في الهيومن. تمام، الموضوع بيبدا بايه؟ ان الهيومن اخد اكل او شرب ملوث بالسيست بتاع الانتوميبا هيستولوتيكا. السيست دي دخلت جوه الجي اي تي، حصل لها ايه؟ حصل لها وصلت لليومن بتاع الكولون وبيحصل لها اتش سيستيشن، يعني السيست بتفتح وتطلع لي تروفوزويتس. تروفوزويتس دي بيبقى ليها كذا خط سير. اول حاجه ممكن تكمل زي ما هي في الكولون، في اليومن بتاع الكولون، بيتكون حواليها سيست، والسيست دي ما بتعملش اي اعراض، بتبقى اسيمبتوماتيك. مشكلتها الوحيده ان العيان بيبقى كارير للاميبا، ممكن يعدي شخص تاني، فالسيست دي بتنزل في الستول وبتساعدني ان انا اشخص حاله الانتوميبا، حاله الاميبيزيس اللي انا بلاقيها في الستول اناليسز. تمام، وزي ما قلنا اللي هي ممكن تبقى معديه لشخص تاني. طيب بعد كده التروفوزويد ممكن يحصل لها ايه؟ ممكن تعمل بنتريشن للوول بتاع الانتستين وتروح تعمل انفلاميشن في الميكوزا. الانفلاميشن ده لو مايلد انفلاميشن بسيط كده هيعمل لي ايه؟ شويه داريه بسيطه، لكن لو سيفير انفلاميشن لا، هيبقى فيه سيفير بلادي دايريه، يبقى الانفلاميشن ده يعمل لي بين، ولو دايريه سيفير قوي او ممكن الموضوع يوصل لي دي هايدريشن. تمام، طيب ايه كمان بيحصل بعد كده؟ ممكن تعمل لي سيستميك انفيجن، بتعمل انفيجن كذا اورجن. ذا موست كومن اورجن بيتاثر بموضوع الاميبا ده هو الليفر. التروفوزويد بتروح على الليفر وتكون لي ابسس جوه الليفر وتعمل لي حاله هيباتيك اميبيزس. تمام، يبقى الاميبا بيبقى ليها كذا مرحله. اول حاجه اللي هي تبقى في الكولون، في اليومن بتاع الكولون، في اليومن بتاع الكولون. بعد كده ممكن تعمل بنتريشن للبول بتاع الانتستين وتوصل للميكوزا. بعد كده ممكن تعمل سيستميك انفيجن وتروح اللي هو اكتر اورجان بيتاثر بالاميبا هو الليفر. طيب لو عملنا تقسيمه الانتي اميبي دراجز، اول حاجه اليومن الاميبيسايتس. يعني ايه اليومن الاميبيسايتس؟ يعني بتشتغل على الاميبا، بتشتغل على الاميبا اللي حصلت في اليومن اللي هي التروفوزويدز والسيست اللي تكون في اليومن. ماشي، طيب ايه الادويه دي؟ اول حاجه الدايلوكسينايد. الدايلوكسينايد ده اكتف اجينست التروفوزويدز والسيست اللي موجوده في اليومن فقط، ما لهاش علاقه، ما بتاثرش على ولا على الوول ولا على السيستم انفيجن. طيب قلنا بتعمل شوية فلتورانس انتفاخات كده، ملهاش أعراض جانبية تانية. تاني دواء عندي الأيودوكينول، الأيودوكينول والفايوفورم، الأيودوكينول والفايوفورم برضو هما effective against التروفوزويدز والسيست اللي موجودين في اليومن فقط، ما بيأثروش على أي مكان تاني. الأيودوكينول ده بيبقى فيه أيودين، فالأيودين ده هيعملي شوية درماتيتس. لو الدرماتيتس دي ممكن تكون مثلا في صورة اتشينج هارش او دراينس في السكن، او حصل ريش على السكن، او ريدنس في السكن، احمرار في الجلد. تمام، ايه تمام الاعراض الجانبية اللي بتعملها الايودوكوينول؟ ممكن يعمل شوية جي اي تي ابست، نوزيا وفوميتنج. طيب عندي مضادات، بعد المضادات الحيوية انواع، يعني احنا خدنا كذا نوع من المضادات الحيويه. في مضاد ينفع استعمله في حاله الاميبيزيس اللي هو البارومايسين، البارومايسين اللي هو تابع مجموعة الامينو جلايكوزايد. طب ده بيأثر لي على ايه؟ بيأثر لي على البروتين سينثيز. احنا خدنا قبل كده تقسيمه الانتي بايوتيك والميكانيزمات المختلفه بتاعتها. فالامينو جلايكوزايد ده لو نفتكر كان بيأثر لي على البروتين سينثيز. تمام، دي مرحلة اليومنا اميبيزيس. بعد التشو اميبيزيس قلنا لما نتكلم عن الليفر اللي هو the most common organ بيتأثر بيه الاميبا، بالاميبا الانتوميبا هيستروتيكا، الدواء اللي بيشتغل عليها كلوروكوين.
كلوروكوين. كلوروكوين ده اصلا ده انتي ملاريا دراج، بيعالج الملاريا وليه افكت في الاميبيزيس. طيب الميرسد اميبيسايدز بقى، الميرسد ده يعني بيأثر على كذا حاجة، بيأثر على كذا مرحلة، يعني ولا بيأثر على اليومن بس ولا على الول بس ولا على التش، بيشمل كذا حاجة. تمام، هنقول دلوقتي بيأثر على ايه. عندي الأدوية اللي تستعمل كميرسد أميبيسايدز، مترونيدازول، المترونيدازول والتينيدازول والإيميتين هيدروكلورايد، مترونيدازول، تينيدازول وإيميتين هيدروكلورايد. طيب لو اتكلمنا عن المترونيدازول والإيميتين هيدروكلورايد، المترونيدازول ده الميكانيزم بتاعه بيشتغل ازاي؟ بيمنع لي النيوكليك اسيد سينسيس. طيب بيمنع النيوكليك اسيد سينسيس ازاي؟ هو المترونيدازول ده عبارة عن 5 نيترو اميدازول كومباوند، كيميكالي عبارة عن 5 نيترو اميدازول كومباوند. تمام، طيب السيتوبلازم بيحتوي على انزيم بيحول او بيعمل ترانسدكشن، بيعمل ريدكشن للنيترو جروب اللي موجود في المترونيدازول ده، ويحول لي المترونيدازول الى مركب سايتوتوكسيك. تمام، السايتوتوكسيك برودكت ده، المركب الجديد اللي اتكون ده، هو اللي بيأثر لي على دي ان ايه ويعمل لي دي ان ايه دامج ويمنع النيوكليك اسيد سينثيسيس. فهمنا الموضوع جاي ازاي؟ تمام. طيب الايميتين هيدروكلورايد ده بيعمل لي ديجنريشن على السيتوبلازم وعلى النيوكليس. طيب استخداماتهم ايه بقى؟ بعد ما عرفنا الميكانيزم، مترونيدازول بيمنع النيوكليك اسيد سينثيسيس، والايميتين هيدروكلورايد بيعمل ديجنريشن في السيتوبلازم والنيوكليس، بيأثر على وظيفة السيتوبلازم والنيوكليس. عايزة بقى عايزة أعرف الاستخدامات بتاعتهم ايه. أول حاجة المترونيدازول، احنا بنتكلم على الأنتي أميبيك دراجز، يبقى أول استعمال ليهم هنا في الأميبيزيس. تمام، طيب بيستعمل ايه بقى في علاج الأميبيزيس؟ بيأثر لي على ايه؟ بيأثر لي على التروفوزويد الموجودة في الوول، وعلى السيستميك انفيجن اللي عملتها، اي سيستميك انفيجن اللي هو اكسترا انتستاينال، وعلى طبعا اللي هو موست كومن تايب اللي هو الايه الليبر اميبيزيس. تمام، لكن ملوش افكت على اليومينال تروفوزويد او السيست اللي بتتكون فيه اليومين. طيب الايماتين بيأثر لي على الباول وول اميبيزيس، الباول وول اميبيزيس، التروفوزويد اللي اتكونت في الول وعملت انفيجن للميكوزا، او بتأثر لي على التروفوزويد اللي اتكونت في الليفر اللي هي هيباتيك، التروفوزويد اللي راحت الليفر وعملت لي ابسس في الليفر اللي هي حالة الهيباتيك اميبيزيس. تمام، طيب ده استعملها. طبعا برضو الايماتين هيدروكلورايد ملهاش تأثير خالص على اليومن. تمام، اليومنال اميبيزيس. طب بالنسبه للمترونيدازول ليه استخدامات تانية ايه هي؟ اول حاجه الرياردييزيس، دي بتسبب بالرياردييا ليمبليا، وبتعمل لي اعراض. طبعا برضو دي نوع من انواع البروتوزوا، وبتعمل لي اعراض زي الدايريا، ابدومينال بين، وممكن الموضوع يوصل للويت لوس. برضو بتستعمل في ايه المترو، بيستعمل في ايه المترونيدازول في علاج الترايكومونز فاجينالس اللي هي بتسبب لي ترايكومونيزس، ودي ليها كذا عرض يعني، ممكن متأثر لي على الفاجينال ديستشارج، وليها اعراض تانية كمان اكيد خدتوها في الباراستولوجي. يبقى المترونيدازول الانتي بروتوزوال افكت بتاعه بيشمل الاميبا والرياردييزس والترايكومونس فاجينالس اللي هي بتعمل لي ترايكومونيزس. طب ايه استخدامات المترونيدازول تاني؟ بيستعمل في علاج الجرام نيجاتيف انيروبيك بكتيريا زي كلوستريديوم ديفيسيلز اللي هي بتعمل لي سودو ممبرينس كولايتس، ودي اتكلمنا عنها قبل كده. لو في انترا ابدومينال انفيكشن مترونيدازول برضو بيبقى افكتيف. اي حاجه بتسببها الانيروبيك بكتيريا بعد العمليات بوست سيرجيكال عشان الانيروبيك بكتيريا. تمام، طيب
الميترونيدازول ده بقى بيتاخد ازاي؟ الميترونيدازول ده فيه طبعا منه جرعة ممكن يتاخد اورال او انترافينس في سيفير كريزس. طبعا الجرعة المعتادة عليها اورال، يعني ما قليل قوي اللي بياخد او ما سمعتوش عن الميترونيدازول انترافينس. اورال طبعا انا باخده 3 مرات في اليوم لمدة 10 ايام. طبعا ده المدة دي طويلة جدا، والمشكلة اللي هو ليه أعراض جانبية، يعني من أعراضه الجانبية دي اللي هنعرفها دلوقتي. في ناس ما بتقدرش تكمل ال10 أيام، وطبعا دي مشكلة في العلاج، بيأثر على علاج الأميبا. طبعا بيتاخد انترافينس في حالات الايه السيفير. طب الإيماتين هيدروكلورايد بيتاخد انترا ماسكولار برضو من 5 ل10 أيام. هنتكلم بقى عن أعراضهم الجانبية. المترونيدازول بيعمل لي هايبر سنسيتيفيتي اليرجيك رياكشن ارتكاريا، تمام، بيعمل لي هيدك وديزنس دوخه من الصداع، بيأثر لي على جي اي تي ويعمل لي نوزيا فوميتنج. واوحش عرض بيعمله المترونيدازول اللي هو ميتالر تيست، بيبقى فيه احساس، يعني اللي جرب اخد المترونيدازول، المترونيدازول ده اللي هو فلاجيل، اكيد اكيد حد استعمله، يعني بيعمل ميتالر تيست. الميتاليك تيست ده بيبقى فيه طعم معدني كده في الفم، باد سنسيشن صراحة. وفي ناس ما بتقدرش تستحمل تكمل كورس العلاج بتاع الميترونيدازول من الميتاليك تيست دي، تمام. نيوتروبينيا بتقللي عدد النيوتروفيلز. كمان بيعمل دارك براون يورين، بيغير لي لون اليورين، ودي مش مشكلة قوي، بس لازم اعرف البيشنت ان هيحصل كذا عشان ما يتخضش يعني من العرض ده. كارسينوجينيك، يعني الكارسينوجينيك دي اثبتت في الاكسبيرمنتال انيمالز، تمام. دي الاعراض الجانبيه بتاعه الميترونيدازول. طب الايميتين ممكن يعمل لي ايه؟ الايميتين هيدروكلورايد يعمل لي بيأثر لي على السنتر فوميتنج سنتر، فيعمل لي فوميتنج. طبعا مكان بيأثر لي على العضلات، يعمل بين تندرنس وستيفنس في العضل في المسلز. طبعا من مكان الانجكشن احنا اتفقنا ان هو بيتاخد انترا ماسكولار، فيعمل لي برضو بين. بيأثر على الكارديو فاسكولار ويعمل لي تاكي كارديو وهايبوتنشن، وممكن يحصل كمان اريزميا. فعشان كده الايميتين مش منتشر استعماله قوي، بيستعمل يفضل يستعمل في السيفير كيزس، عشان لما يتاخد لازم يبقى فيه اوبزرفيشن للاوبزرفيشن للبيشنت عشان الاريزميا اللي بيعملها دي، تمام. غير اللي هو بينفول قوي في استعماله، في الانجكشن بتاعه بيعمل بين، لوكال بين، فمش عشان كده بيتاخد بس في حاله الايه السيفير كيزس يعني، تمام. العيان طبعا من الاعراض دي بيبقى نايم، محتاج اللي هو يبقى فيه بيد ريست على طول لغايه ما فتره العلاج تخلص، تمام. التندازول اللي هو برضو من ضمن الأدوية اللي قلناها بتستعمل في المكسد في المكسد أميبيزيس، أو يستعمل كمكسد أميبيسايدز. وقلنا اتفقنا كلمة مكسد دي معناها ايه، اللي هو effective في كذا مرحلة من مراحل الأميبا. زي التندازول ده بيبقى زي مترندازول بالظبط، لكن الفترة بتاعته أطول، فده بستفاد من الميزة دي في ايه، اللي هو ما يبقاش أخده لمدة ايه 10 أيام، اللي انا اخده لمدة 10 ايام، لكن هو بيتاخد مرة واحدة، بيتاخد جرعة واحدة، وممكن اكررها لو في لو محتاجة للتكرار، بس يعني مش بتوصل لل10 ايام، تمام كده. يبقى لو قلنا تاني المراحل بتاعة الاميبا نفتكرها تاني مع بعض. بتاعة الاميبيزيس كان اول حاجة اسيمبتوماتيك، اللي هو السيست بيتكون اسيمبتوماتيك، يعني السيست بيتكون فين في اليومن، وان السيست دي ما بتعملش اي اعراض، بس اللي ايه بيبقى البيشنت كارير. طيب في التروفوزويتس لما تعمل بنتريشن للوول وتوصل للميكوزا، فحسب درجة الانفلاميشن الاعراض بتظهر، يعني لو مايلد انفلاميشن هتعمل لي مايلد ايه دايريا، لكن لو سيفير انفلاميشن الموضوع بيوصل لايه لديزنتري. اخر حاجه لما يحصل سيستميك انفيجن، قلنا اشهر
اورجن بيحصل له سيستميك انفيجن الليفر، فبتروح على الليفر وتعملي هباتيك اميبيزس او بيحصل تكوين ابسس في الليفر. خلاص طيب، دي المراحل اللي انا هبدا احنا خلاص اللي انا هبدا اتعامل معاها واعالجها. احنا خلاص عرفنا الادويه عموما بتستعمل الافكتفنس بتاعها ايه، تاثيرها ايه. هنعرف بقى دلوقتي كل حاله من دي هعالجها ازاي. اول حاجه الاسيمبتوماتيك انتستاينال انفكشن، اسيمبتوماتيك الاميبيزيس. احنا برضو نقول تاني الاسيمبتوماتيك اميبيزيس ده يعني ايه، يعني السيستم موجوده جوه اليومن، تمام، موجوده جوه اليومن وما عملتش اي اعراض. يبقى ما اجي اعالج الحاله دي هعالج ايه؟ بس عايز اتخلص من السيست عشان هو البيشنت ده كارير للايه، للمرض. طب ما بدي اعالجها، اعالجها ايه؟ هستعمل الادويه اللي اثرت على اليومن اللي هو اليومنال اميبيسايتس، اللي هما كانوا ايه، زي الدايلوكسينايد والايدوكرينول، تمام. طيب لو مايلد تو مودريت اميبيز انتستاينال، حصل انتستاينال انفكشن مايلد تو مودريت. طيب احنا قلنا اللي هو اولا الانتستانا انفكشن اللي هو الدايريا الخفيف ده حصل ليه، حصل امتى؟ حصل لما التروفوزايت وصلت للوول وعملت انفلاميشن للميكوزا. الانفلاميشن ده كان مايلد، الانفلاميشن ده عشان كان مايلد عمل لي مايلد ايه، دايريا. طيب انا هستعمل دواء من الادويه، انا ما عنديش دواء مخصص، لو نفتكر ما عنديش دواء مخصص بيشتغل على الوول بس، لكن عندي دواء ميكسد بيشتغل على كذا حاجه من ضمنهم الول، تمام. اللي هما ايه، اللي هي مجموعه الميكسد اميبيسايتس اللي هما نفتكرهم مع بعض، كانوا المترونيدازول او التنيدازول، بس احمل حاجه منهم، او الايميتين. والايميتين هنا يعني عشان مش مفضل قوي، عشان دي حاله مايلد فمش مفضل، وهو مش مفضل استعمله يعني عشان هو بيتاخد انتراماسكولار ودي حاله مايلد، تمام. يعني ممكن اختار المترونيدازول او التنيدازول. طب هستعمل معاها ايه تاني؟ هستعمل معاها الحاجات اللي بتأثر على اليومن، على اليومن، تمام، عشان انهي على الموضوع كله، عشان انهي على الاميبا اللي موجودة. هستعمل حاجات بتأثر على اليومن زي الدايلوكسينايد، دايلوكسينايد او الايودوكرينول. طيب بالنسبة لحالة السيفير intestinal amebiasis اتعامل معاها ازاي؟ هي نفس الفكره، انا لازم احدد انا فين. سيفير intestinal amebiasis يعني تروفوزويد موجوده فين، موجوده في عملت بنتريشن للول وبصلت للايه، للميكروزا، تمام. هي عملت لي الاعراض دي ليه؟ عشان عملت لي سيفير انفلاميشن، فعملت لي سيفير amebiasis وعملت لي ايه، ديزنتري. طيب يبقى انا دلوقتي تروفوزويد موجوده فين، موجوده في الول، فبستعمل الحاجات اللي هي نوع هي الميكسد اميبيسايدز اللي هي بتأثر على كذا حاجة، ومن ضمنها بتأثر لي على الول زي الايه، زي المترو نيدازول او الايماتين هيدروكلورايد او التندازول. طيب في الحالة دي انا بستعمل المترو نيدازول، بديه عشان هنا عندي سيفير كيس، فبديه انترافينس، ببدأ العلاج بانترافينس روت، وبعد كده ممكن اكمل اورال. والايماتين طبعا هو اصلا بيتاخد انترا ماسكولار، بس ما انساش اللي هو هعمل اوبزرفيشن للايه، للبيشنت عشان الاعراض الجانبيه بتاعته، تمام. طبعا عشان في سيفير دايريه، فممكن العيان يدخل عندي في دي هايدريشن، فلازم اعوضه بالفلويدز. طيب برضو ما انساش ان انا قبل مرحله التروفوزويد لما توصل للميكروزا دي، كان في مرحله قبلها اللي هي ايه، اللي هي السيست اللي موجوده في اليومن، فانا لازم اعالجها برضو، ادي دواء ياثر على السيست دي عشان اقضي على المرض كله. طب ايه الادويه اللي بتاثر لي على السيست فورميشن، على السيست دي، اللي هو الايدوكرينول و دايلوكسينايت او الدايلوكسينول، اختار واحد منهم، تمام. طيب الهيباتيك اميبيزيس قلنا ده most common systemic invasion بيحصل، وبتتكون abscess جوه الليفر. عشان اعالجها هدي طبعا الدواء اللي كان specific للهيباتيك اميبيزيس اللي هو كلوروكوين، تمام. وبرده هعالج المراحل اللي قبل كده، يعني هعالج التروفوزويد اللي موجوده في الوول، اللي انا ادي دواء من الادويه الميكسد اميبيسايدز اللي هي بتاثر على كذا حاجه من ضمنها الوول، زي المترونيدازول او التندازول او الايماتين، تمام. وبرضو بعالج مرحلة اليومينال سيست
السيست الموجوده في اليومن عشان اقضي على المرض كله، فبدي حاجه زي الدايلوكسونايد او الايودوكرينول اللي هما بيأثروا على اليومنال سيست. طيب احنا كده خلصنا موضوع الانتي امابي دراجز وعرفنا انواع الانتي امابي دراجز كلها وكل واحد فيهم بيشتغل على ايه. طيب تاني موضوع هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو الانتي مالاريا دراجز، الادويه اللي بتعالج لي حاله الملاريا. الملاريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن بروتوزوال ديزيز بيتسبب بالبلازموديوم. البلازموديوم ده في منه انواع، بلازموديوم فيبرتس وبلازموديوم اوفال وبلازموديوم فالسيبيرون، في منه كذا نوع. الانواع دي انتوا خدتوها في الباور اكيد وعارفين كل واحده شكلها ايه. الفكره بقى عشان اتكلم على الحاله الملاريا برضو لازم اعرف البلازموديوم دي تعمل لي ايه جوه جسم الانسان واللايف سايكل بتاعتها. طيب لو هتكلم عن اللايف سايكل بتاعه الملاريا، اللايف سايكل بتاع الملاريا بيبقى فيه منها جزئين، في جزء سيكشوال سايكل بيحصل جوه الموسكيتو وفي جزء اسيكشوال بيحصل جوه الهيومن. طبعا يهمني الهيومن. طيب الموضوع الانفكشن بيبدا بايه؟ بيبدا بالبايت بتاع الفيميل موسكيتو، بتدخل لي جوه البايت دي بتدخل لي السبوروزويت جوه الهيومن اللي على طول بتوصل ليه في الليبر، ما بتقعدش كتير في البلد. طيب بتروح للليبر بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها هنا مالتيبليكيشن عشان تكوني تيشو، عشان تكوني تيشو شيزونت. اهو مالتيبليكيشن كونتني في الاخر تيشو شيزونت. التيشو شيزونت ده في الاخر بيحصل له رابشر وبيطلع لي ميرو زويت. الميرو زويت ده لغايه هنا ما بيحصلش اي اعراض، الموضوع بيبقى سيمبتوماتيك، مفيش اي اعراض ظاهره على البيشنت. طيب الميروزويتس اللي طلعت دي بتحصل لها ايه؟ بتروح على الار بي سي تعمل لها انفيجن، بيحصل برضو انقسامات وفي الاخر بتكون لي بلاد شيزونت. طيب البلاد شيزونت ده بيحصل له رابشر وبيطلع لي الميروزويتس. بيطلع برضو التوكسيك برودكت من الميروزويتس دي هي المسؤوله عن الاعراض بتاعت الملاريا، تبدا اعراض الملاريا تظهر والفيفر تظهر. تمام كده. طيب في جزء بقى من الميروزويتس اللي طلعت دي بيتحول الى جاميتو سايتس. الجاميتوسايتس دي بيحصل لها سكشن بالموسكيتو وتدخل جوه الموسكيتو ويحصل بقى سيكشوال سايكل جوه الفيميل موسكيتو اللي في الاخرها الاسبوروزايتس بتتكون جواها، و عشان لما تعمل بايتس تاني لهيومن تاني تنقلي الايه الانفكشن عن طريق الاسبوروزايتس دي. تمام كده. طيب اللايف سايكل اللي انا قلتها دي بتحصل في كل الانواع، بتحصل كل انواع الايه بلازموديوم، لكن في نوعين اللي هو بلازموديوم فيبرتس وبلازموديوم اوفال بيحصل فيها حاجه زي ده. السبوروزويتس اللي دخلت دي اللي هي كونت تيشو شيزونت كمان بتكون لي حاجه اسمها هيبنوزويت ده بيبقى دورمنت وبيتنمي موجود كده هادي ويحصل له ري اكتيفيشن بعد كده ممكن يعمل لي ريلابس اوف مالاريا. تمام. يعني انا ابدا اعالج المراحل بتاعت الملاريا كلها وخلاص والدنيا تمام ما بقاش عندي فيه اعراض، لكن الهيبنوزويد ده اللي متكون عندي في الليفر لما يحصل له ري اكتيفيشن تاني يبدا يحصل ريلابس لحاله الملاريا. تمام. طيب انا بتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ اللي انا ببقى عارفه البلازموديوم فيبرتس والبلازموديوم اوفيل بيبقوا موجودين في اماكن معينه. لما البيشنت الهيومن يروح الاماكن دي فلازم اديله، او بعرف ان الاماكن دي فيها بلازموديوم فيبرتس اوفيل فلازم اديله حاجه تقضي على الهيبنوزويتس دي. تمام كده. طيب لو اتكلمنا دي مراحل اللايف سايكل بتاعه الملاريا جوه جسم الانسان. طيب لو اتكلمنا عن السبوروزويتس دي اللي هي اول حاجه دخلت جسم الانسان، انا لو اديتها حاجه تقضي على السبوروزويت دي اول ما تدخل اللي هو ما ظهرش اعراض فقضت عليها اول ما تدخل فده يعتبر بروفلاكسس وقايه، صح؟ ليه بروفلاكسس؟ عشان ما ظهرش اعراض اعالجها، انا بمنع ظهور الاعراض فبيعمل بروفلاكسس. طيب هو ما لقوش، ولما اعمل البروفلاكسس دي اسمها ترو بروفلاكسس، دي البروفلاكسس ترو عشان انا بمنع حدوث المرض من اولهم. تمام. بس هو مفيش دواء نزل لسه بيعالج لي
او يشتغل او يبقى افكتيف ادينس السبوروزويتس دي، فبالتالي مفيش ترو بروفلاكسس بتحصل ضد الملاريا. تمام كده، عشان مفيش دواء ظهر ضد السبوروزويتس دي. طيب يعني في اكسبلانيشن، يعني اللي هو عشان السبوروزويتس دي بتقعد فتره قليله في الدم، فمفيش دواء يقدر يشتغل عليها. تمام، تفسير من التفسيرات اللي اتقالت في الموضوع ده. طيب السبوروزويتس دي لما دخلت الليفر عملت لي كونتني ايه؟ كونتني التيشو شيزونت. تمام، طيب انا لما امنع التيشو شيزونت دي، انا لغايه دلوقتي ما ظهرش عندي اعراض، فبدم ما ظهرش اعراض، فاي دواء هديه هيشتغل هنا، هيبقى بروفلاكسز وقايه اللي انا امنع الاعراض. طيب سموه البروفلاكسز دي، سموها كوجوال بروفلاكسز، يعني بعمل وقايه من السبب اللي هو الايه، اول حاجه موجوده عندي هنا اللي هي الشيزونت، تشو شيزونت. فلما ادي دواء يشتغل على المرحله دي، على التشو شيزونت، يقتل التشو شيزونت الموجود في الليفر، يبقى كده بعمل كاجوال بروفلاكسس، عملت وقايه. تمام، طيب قلنا التشو شيزونت دي بيحصل لها رفشه وتديني ميروزويتس، الميروزويتس. طيب الميروزويتس دي لغايه دلوقتي قلنا برده لغايه دلوقتي ما ظهرش اعراض، فاي حاجه هديها تشتغل هتبقى وقايه من ظهور الاعراض. فلما ادي حاجه هنا تعمل وقايه من ظهور الاعراض، تسموها كلينيكال بروفلاكسس، يعني بدي حاجه تعمل لي كلينيكال بروفلاكسس. تمام، طيب احنا وصلنا دلوقتي للميروزويتس دخلت الار بي سيز وهتحولت لي الى الشيزونت، والشيزونت رفشر وطلع الميروزويتس. الميروزويتس دي هي اللي هتعمل لي كلينيكال بيكتشر. لما ادي حاجه تشتغل في المرحله دي، يبقى انا دلوقتي بعمل علاج مش بعمل بروفلاكسس، انا خلاص الاعراض عندي ظهرت، فبعمل كلينيكال كيور. كلينيكال كيور، تمام، هقتل هقضي على الميروزويت الموجود في الايه، في الار بي سيز، عشان اعالج الاعراض او امنع الاعراض اللي ظهرت دي، مش امنع، اعالج الاعراض اللي ظهرت دي، فاسمها كلينيكال كيور. تمام كده، طيب لو في كمان ادويه هتشتغل على الجاميتوسايتس هتمنع الجاميتوسايتس، فلما امنع الجاميتوسايتس همنع الترانسميشن اوف ذا ديزيز، عشان الترانسميشن، عشان الجاميتوسايتس دي بتدخل الايه، الموسكيتو، وتعمل لي السايكل بتاعتها وتطلع لي سبوروزايتس وفوقيه، والانفكشن يشتغل يتعاد تاني من اوله. تمام كده، يبقى احنا عرفنا كل مرحله الاسم بتاعها دي منين. طيب اخر حاجه ما اتكلمناش عنها اللي هو الهيبنوزويتس. لما اعالج الهيبنوزويتس دي، لان امنع لما اعالجها فهمنع الريلابس بتاع الملاريا اللي هو يحصل تاني. و نيجي بقى لو انا عايزه اختار الدواء المناسب في علاج الملاريا، احنا اتفقنا ان مفيش حاجه اسمها ترو بروفلاكسز عشان مفيش دراج بيشتعمل ضد السبوروزويتس. تمام، طب لو عايزه اعمل كوزال بروفلاكسز، يعني عايزه اقضي على الشيزونت الموجود في الليفر، فهدي بروجوانيل والبريماكوين. لو عايزه اعمل كلينيكال بروفلاكسز، يعني هقضي على الميروزويتس قبل ما تعمل انفيجن للار بي سيز، فهدي بروجوانيل وكلوروكوين. طيب المرحله الرابعه اللي انا اعمل كلينيكال كيور، هقتل بقى البلاد شيزونت اللي اتكونت في الار بي سيز، هدي كلوروكوين وبايري ميثامين، كلوروكوين وبايري ميثامين. بعد كده الادويه اللي بتاثر لي على الجاميتوسايتس اللي هي تمنع لي ترانسميشن زي كلوروكوين بايريميثامين وبريماكوين، كلوروكوين بايريميثامين وبريماكوين. اخر حاجه الراديكال كيور اللي انا هعالج الهيبنوزويتس اللي اتكونت في الليفر مع بلازموديوم فيريكس وبلازموديوم ايفيل، فبالتالي همنع الريلابس بتاع الملاريا اللي هو يحصل. هو دواء واحد بيستعمل في حاله الراديكال كيور اللي هو بريماكوين. تمام كده، اطلع المراحل اللي انا اتكلمت عنها دي من الرسمه زي ما قلت في السلايد اللي فاتت، وابدا اشوف الادويه بتشتغل على كل مرحله. تمام، ده جدول مجمع لي الادويه الانتي ملاريال دراجز اللي انا قلتها، اللي هو الكلوروكوين والبريماكوين والبرودوانيل والبايريميثامين. كلوروكوين والبريماكوين والبرودوانيل والبايريميثامين، وكل دواء قايله هو بيشتغل على مراحل ايه. يعني انا جمعت المراحل بطريقه تانية، يعني قلت الادويه الاول وبعدين قلت كل دواء بيشتغل على انهي مرحله من مراحل الايه، اللايف سايكل بتاعه الملاريا. تمام،
لو هتكلم عن الكلوروكوين بالتفصيل شوية، الميكانيزم بتاعه ازاي، اللي هو بيمنع الانزيماتيك سينسز بتاعة الدي ان ايه والار ان ايه، استعمالاته اللي هو بيستعمل كأنتي ملاريال. لو رجعنا للجدول اللي فات هلاقيه بيأثر دوره ككلينيكال بروفلاكسس وككلينيكال كيور، وبيعمل تشين للجميتوسايد فيمنع ترانسميشن. واحنا اتكلمنا على الرسمة، كل مرحلة من المراحل دي بتبقى موجودة فين. الكلوروكوين بيبقى افكت في كل انواع البلازموديوم ما عدا البلازموديوم فالسيفيرم، فبيحصل ريزيستنس اجينست اجينست النوع ده بلازموديوم فالسيفيرم، وفي حالة الريزيستنس بتزي دواء اسمه ميفلوكوين. ميفلوكوين تمام. طب ايه الاستعمالات التانية للكلوروكوين؟ اللي انا استعمل انتي اميبيك، كانتي اميبيك هو سبيسيفيك دراج في الهيباتيك اميبيزيس، واستعمله كانتي انفلاماتوري. حالات الانفلاميشن زي الروماتويد ارثرايتس بيبقى فيها انفلاميشن والتهاب ووجع في المفاصل، وبيبقى فيه تغيير في شكل المفاصل. في الحالة دي بدي لمدة أطول شوية وبجرعات أكبر. طيب لو هنتكلم عن الأعراض الجانبية بتاعة الكلوروكوين، هو بيعمل بريرايتس ودرماتيتس، يعني الستين يبقى فيه اتشينج، يبقى فيه ريدنس، يبقى فيه ريش تمام. وبيعمل ألوبيشيا اللي هو بيبقى فيه هير السقوط، أماكن سقوط في الشعر، يعني ممكن توصل لبقى فيه أماكن فاضية في الشعر، مفيهاش شعر خالص. ممكن يعمل لي مع الرابيد انترافينوس انجكشن اللي أنا بضطر أستعملها في حالات السيفير كيزز، يعمل لي هايبوتنشن اند الموضوع يوصل لي كارديك أريست، فلازم أخلي بالي إن أنا أديه بي سلو، ان لازم يبقى يعني ما اديش رابط انجكشن، او احطه على اعلقه على محلول واظبط الريت بتاعه يبقى سلو. مع الاستعمال الطويل ممكن يأثر على الريتنا، بيأثر على الفيجن، ريتينوبسي، يعمل ريتينوبسي، يأثر على الريتنا وعلى الفيجن، ويعمل لي اوتو توكسيست. كده خلصنا موضوع الانتي مالاريال دراج. هنتكلم دلوقتي بقى عن موضوع الانتي هيلمنتيك دراجز. طبعا ده اخدت في البارة انواع الكلاسيفيكيشن بتاعت الهيلمنتس، في نيماتود وفي تريماتود وفي سيستود. النيماتود فيها بيبقى في انتستاينال نيماتود وتيشو نيماتود. الانتستاينال نيماتود طبعا زي الاسكاريز والانكليستوما والبين وورم والانتروبيس فيرمكولاريز تمام. التيشو نيماتود زي الفلاريا، طبعا الانواع دي كلها واخدينها في الايه في البارة. التريماتود زي الفاشيولا هيباتيكا وزي الشيستوما بأنواعها اللي بيسبب لي البلهارزيزس والهيتروفس هيتروفس. آخر حاجة السيستود زي التينيا ساجيناتا والتينيا سوليوم. طبعا الكلاسيفيكيشن دي مهمة عشان دلوقتي أنا هبدأ أقول الأدوية الدرجز اللي بتعالج الهيلمنسس وبتأثر لي على ايه بالظبط، على نوع ايه بالظبط تمام. فلازم الكلاسيفيكيشن دي نبقى نكون عارفينها، واحنا كده عندنا فكرة عنها من البارة. طيب هنتكلم دلوقتي عن الأدوية اللي بتستخدم في علاج البلارزيزس. طبعا قلنا البلارزيزس بتسبب بالشيستوسوما، في كذا نوع من انواع الشيستوسوما مسؤول عن حدوث البلارزيزس. البلارزيزس زي المانسوناي والهيماتوبيوم. طيب بالنسبه للادويه بقى اللي بتستعمل في علاج البلهارسيا، عندي البرازيكوانتال، اوكسامين كوين، متريفونيت، ميرازيد. برازيكوانتال، اوكسامين كوين، متريفونيت، ميرازيد. طيب لو اتكلمنا عن البرازيكوانتال والاوكسامين كوين والمتريفونيت بالتفصيل شويه، اعرف ازاي بيشتغلوا والاعراض الجانبيه بتاعتهم وبيأثروا على اي نوع من انواع الشيستوسوما، ولو ليهم تأثير على أنواع تانية من الهيلمنسس. نشوف كده. أول حاجة برازيكوانتال بيشتغل إزاي، هو بيزود البرميبيليتي بتاعت السيل ممبرين للكالسيوم، فالكالسيوم بيدخل جوه يعمل لي الكالسيوم بيدخل، الكالسيوم أصلا مسؤول عن الكونتراكشن، فمن كتر الكونتراكشن بيحصل سبازم وبعد كده بيحصل باراليسيز تمام. بعد كده الورم دي بتروح على الليفر، يحصل لها هيباتيك شيفت وديس. طيب الأوكسامين كوين برضو نفس الفكرة، بيحصل باراليسز للورم وتمشي من الفينيولز بتاعت الميزنتري وتروح على الليفر، يحصل لها ليفر شيفت ويحصل لها ديس.
طب الميتريفونيت، الميتريفونيت بيعمل دوبلرايزنج نيورو ماسكولار بلوكر عن طريق اللي هو بيمنع الكولين استريز انزيم، فهيعمل هيحصل دوبلرايزنج نيورو ماسكولار بلوكر اللي هو في الاول بيحصل ديبولرايزيشن انيشال استيميليشن يعني، وبعد كده يحصل باراليسيس، وفي الاخر هتروح على الليفر ويحصل لها ديس. طيب بالنسبه للاوكسامين توين، في حاجه ان الفيميل بتاعت الورم ممكن ترجع تاني على على الميزنتري، من الليفر ترجع على الميزنتري، بس في الحالة دي مش هيبقى ليها قدرة على الايد لايند عشان الاوكسامين كوين بيمنع الايد لايند. طب البرازيكوانتال، البرازيكوانتال برضو ليه دور كمان اللي هو بيمنع بيعمل فيسكريشن اند فاكيوليشن اوف تيديومنت، التيديومنت ده اللي هو الاوتر كفرنج بتاعت الورم، طبعا ليه دور في حمايتها، فهو لما يحصل التيديومنت ده يتشال او يحصل فيه تمزق، فالكونتنت بتاعت الورم والبروتين هتروح على البلد، زي ما هنشوف الاعراض الجانبيه هيحصل لي الكونتنت دي هتعمل لي allergic reaction وتعمل بريورايتس و بريورايتس وستين ريش. طيب لو شفنا بقى الادويه دي بتاثر على انواع ايه، هلاقي ان البرازيكوانتل بيأثر على كل انواع الشستوسومة تمام، لكن الاوتسامين توين بيأثر لي على الشستوسومة مانسوناي بس، بس سكند تشويز. يعني ايه سكند تشويز؟ يعني لو في مشكلة، يعني الاساسي اللي انا بستعمل البرازيكوانتل، لكن لو في ريزيستنس منه ما جابش نتيجة، فالسكند تشويز بتاعي في المانسوناي استعمل الاوتسامين توين. طب الميتروفونيت، الميتروفونيت ده السكند تشويز بتاع الشستوسوما هيماتوبيوم، يعني برضو لو عندي مشكلة من البرازيكوانتل الأساسي بستعمل البرازيكوانتل، لو عندي في مشكلة لو عندي في ريزيستنس يبقى أستعمل الميتروفونيت. طيب البرازيكوانتل ده بيستعمل في ايه كمان؟ بيستعمل في كل مراحل الورم، كل المراحل الأدلت الماتيور ستيج سيركاريا افكتيف ضد كل المراحل، ليه دور كمان في التريماتود والسيستود تمام، لكن مش بيأثر على النماتود خالص، بيأثرش على النماتود. البرازيكوانتل ممكن يستعمل في كذا حاجة. طيب أعراضه الجانبية ايه بقى؟ البرازيكوانتل في الأول أول ما باخده بيعمل لي شوية هيدك ديزنس، وبيأثر على الأبدومن، بتبقى مش مرتاحة، ديسكمفورت وديزنس تمام. بعد شوية بتبدأ الفيبر تظهر، الحرارة عندي تظهر، ويحصل نوزيا فوميتنج، ويحصل وجع في العظم وفي الايه وفي العضلات، مايلجيا وارتلجيا واسرلجيا. بعد شوية بعد بيحصل اللي هي الالرجيك رياكشن اللي احنا قلنا عليها، عشان التيرز او اللي حصل في التيجمنت اللي هو التيجمنت اتشال، فخرج كل الايه البروتينز والكونتنت بتاعت الورم في البلاد، فعمل لي allergic reaction pruritus و stenosis. طيب الأوكسامين كوين أعراضه الجانبية بيعمل لي dizziness و drowness و headache seizures، عشان كده بيبقى ممنوع في الإبليبسي، لو حد عنده إبليبسي ما ينفعش ياخد أوكسامين كوين. بيأثر لي على جي آي تي، يعمل شوية nausea و vomiting و abdominal pain، بيعمل لي حرارة بس خفيفة، بيعمل لي بريورايتس الرجيك اكشن، وبيأثر لي على لون اليورين، بيغير لون اليورين. طيب الميتريفونيت برضو نفس الكلام، على سي ان اس يعمل شويه هيدك، يعمل ديزنس، على جي اي تي يعمل نيزيا فوميتنج وداريا وابدومينال بين تمام. دي الاعراض الجانبيه بتاعتهم، بتاعت البرازيكوانتال والاورتامينوكوين والميتريفونيت. لو اتكلمنا عن الكونتراندكيشن بتاعتهم، هلاقيهم كلهم طبعا ما ينفعش اديهم في البريجنسي، والاوكسامين كوين ما ينفعش اديه في حاله ابليبسي عشان هو يعمل الاعراض الجانبيه السيجر. طيب بالنسبه للادفانتج بتاعت البرازيكوانتال مقارنه بباقي الادويه، هلاقي اللي هو دراج في تشويز ان اول سبيشيز، في كل الانواع زي ما شفنا بيستعمل في كل انواع الشستوسومة، وكمان دي افكت على انواع تانية من الهيمانسيس، نسبة الشفاء بتاعته عالية جدا من 80 لـ95%، دلوقتي سهلة اوي هي بتتاخد مرة واحدة وخلاص، بيبقى سيف في البيشنت اللي عندهم مشكلة في الليفر، عندهم ليفر فايبروزس، بيبقى سيف معاهم كده. خلاص خلصنا الادوية اللي بتعالج البلهارزيزس. لو هتكلم بقى دلوقتي عن البرود سبيكترم انتي هيلمنسكس، يعني الادويه اللي ممكن استعملها في كذا نوع من انواع الهيلمنسز، احنا خلاص اتكلمنا على واحد فيهم اللي هو البرازيكوانتل،
اللي هو بيأثر على الشيستوسوما وأنواع تانية من الهلمنسس. طب ايه الأدوية التانية اللي هي برود سبيكترم زي الألبندازول، ميبندازول، ليبيماسول والإيفرمكتين؟ طيب لو اتكلمنا عن الميبندازول والألبندازول والليباميسول والإيفرمكتين ازاي بيشتغلوا، الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم وانواع الهلمنسز اللي بيأثروا عليها واعراضهم الجانبية. طيب لو شفنا الميبندازول بيشتغل ازاي، بيعمل انهبيشن للمايكروتوبيول سينسز. طب المايكروتوبيول دي ليها دور في السيل ديفيجن، فكده هيأثر لي على السيل ديفيجن، وكمان بيمنع الجلوكوز ابتيك، والجلوكوز ده سورس للانرجي في الخلية، فكده برضو ايه هيأثر ويعمل ديس للايه للورم. الالبندازون نفس الكلام، بيشتغل اللي هو بيمنع المايكروتوبيول سينسز وبيعمل انهبيشن للجلوكوز ابتيك. طيب ليفاميسول بيعمل باراليسز للورم، والايبرمكتين بيعمل لي فلاسيد باراليسز عشان هو بيزود الكلورايد، الكلورايد انفلكس، الكلورايد لما بيدخل بيعمل لي انهبيشن، تمام، بيعمل لي باراليسز للورم. طيب هما بيأثروا على ايه بقى، ايه انواع الهلمنسز اللي بيشتغلوا عليها؟ لو اتكلمنا على الميبندازول بيأثر على كذا يعني وايد سبيكترم، على النيماتود بيأثر على أنواع النماتود المختلفة زي الاسكيرز والأنكليستوما والبين وورم والترايكورس ترايكورا والسترونجلويدس، تمام. طيب ده بيأثر لي على الورم نفسها في الأنواع دي. بيقولي كمان اللي هو بيأثر على الأوفا، أوفيسايدال يعني بيقتل الأوفا بتاعت أنواع ايه، بتاعت الاسكيرز والأنكليستوما والترايكورس، تمام. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني اللي هو لما باجي اخده جرعته في حالة مثلا الاستيرس، ممكن من جرعة واحدة ممكن ياخده، اتاخد جرعة واحدة مش لازم اعمل تكرار للجرعة. هو جرعة الميبندزول بيتاخد قرص كل 12 ساعة لمدة 3 ايام، تمام. ممكن اكتفي بالجرعة دي عشان هي هو قايل ان اللي هو ان هو بيأثر على اللارفا وبيأثر على الايد كمان، تمام، مش لازم اكررها، اكررها بس لو العيان ما خفش من الجرعة ممكن اكررها. لكن في حق النوع زي البين وورم الميبندازول ما بي ملوش اوفيسايد الافكت عليها، ففي الحالة دي لازم اكرر الجرعة عشان انا هبقى قتلت الورم نفسها بس الاوفا لسه موجودة عندي، فبدي فرصة 10 ايام او اسبوعين ان الايد دي تطلع لي وورمز صغيرة، فلما اكرر الجرعة تقضي لي على الورمز الصغيرة اللي طلعت دي، تمام كده. طيب الالبندازول الافرت بتاعه اللي هو بيأثر نفس الكلام زي الميبندازول، زائد اللي هو ليه سيستودال افكت، يعني بيأثر على انتي سيستود افكت، يعني بيأثر على السيستود، سيستودال انفكشن زي ايه، زي سيستي سيركوزس اللي هي بيسببها التينيا سوليوم، وزي الهيدات ديزيز، تمام. طب الليفاميسول ليه دور على ايه، بيأثر على الستيرز والانكليستوما، مش افكتيف قوي على الترايكورس، وكمان ليه اميونو ستيمولنت افكت بعيد عن الانتي هلمنسك افكت، ليه اميونو ستيمولنت افكت بيأثر ليه تأثير على التي سيلز، تمام. طب الإيفرمكتين دوره ايه، بيأثر على ايه، بيأثر على التيشو نماتود اللي هي الفلاريا والاسترينجولويدس، سبيسيفيك في علاج الاسترينجولويدس، تمام. لو اتكلمنا عن الأعراض الجانبية بتاعتهم، هلاقي إن الميبندازول لما أخده هيعمل لي شوية جي أي تي أبسيت، هيعمل لي نوزيا أبدونال بين، لكن لما أخده لفترة طويلة أو جرعة كبيرة هيعمل لي أعراض جانبية تانية، زي هيعمل هايبر سنسيتيفيتي، بيبقى فيه allergic reaction، يعمل لي stone rage urticaria، يعمل لي epilepsy، نوبات صرع، يبقى ليه teratogenic effect. طبعا الأعراض دي بيبقى نادر حدوثها. طيب الألبندازول نفس الفكرة، لما باخده ممكن يعمل لي شوية GIT upset، لكن مع الاستخدام لفترة طويلة يعمل لي headache، يعمل لي toxic effect على liver، يعمل لي bone marrow depression. طيب الليباميسول لما باخده برضو نفس الكلام، بيعمل لي شوية جي اي تي ابسيت، لكن لما بستعمله كاميونو ستيمولنت بيبقى الجرعة اكبر شوية وبستعملها لمدة اطول، فبيبقى لي تأثير على الليفر، يعمل لي توكسيك افكت على الليفر وبون مارو ديبريشن وتراتوجينيك افكت. طب الايفرمكتين طبعا جرعته هو اللي بيستخدم في ايه، بيستخدم زي ما اتفقنا اللي هو الاسترينجولويدس، في علاج الاسترينجولويدس او في علاج التيشو نيماتود.
طبعا الجرعه دي تختلف عن زي، فعلاج الاسترانجلويدس ممكن اخده مره واحده يبقى افكتيف في علاجها، الجرعه بتاعته بتتاخد مره واحده فيعمل لي شويه جي اي تي افست، لكن في علاج التشو نماتود الجرعه بتاعته بتبقى اطول، ممكن العلاج ياخد كورس طويل مده من 3 ل 12 شهر، فبيبقى فيه بيحصل allergic reaction للمايكروفيلاريا، هي الايفرمكتين هيموت لي المايكروفيلاريا، فالكيلد مايكروفيلاريا دي هتعمل لي allergic reaction زي ايه، زي fever headache dizziness دوخة، بيبقى فيه weakness، يبقى فيه pruritus، يبقى فيه ألم في الجوينت وفي المسلز، تمام، وهايبوتنشن وتاكي كارديا. في السلايد دي بنقول الانواع الهرمنسز المختلفه والادويه اللي بتاثر عليها، يعني مجموعه النماتود بيأثر عليها الميبندازول والالبندازول والليفاميسول والايفرمكتين، لكن التراماتود الادويه اللي بتاثر على بالهرزيز زي البرازيكرانتال والاوكسامينوكوين والميتريفونيت والميرازيد، السيستود بيأثر عليها البرازيكرانتال والايه والالبي والالبندازول، دي تجميعه للادويه والهلمنسز اللي بتأثر عليها، تمام كده خلاص خلصنا محاضرة النهاردة، إن شاء الله تكون سهلة بالنسبة لكم، شكرا.